أصيب جواد المختار. سقطت نظارته ذات الأجنحة الذهبية الشهيرة، ولكنه لم يسقط. لقد نجا هو وعدد من المقاتلين الذين معه بعد معركتهم الكبيرة مع جنود الاحتلال الإيطالي. لقد أخذنا اليوم نظارات المختار، وغدا نأتي برأسه. قبض على المختار بعد أن طارده جنود مرتزقة يعملون مع الإيطاليين في مدينة البيضاء. يعود غراتسياني إلى بنغازي بعد أن كان متوجهاً إلى باريس. لم يصدق الإيطاليون الخبر. انقلبت دهشتهم إلى فرح هستيري، حتى إنهم أصروا على محاكمة فورية للمختار وإعدامه بصورة صاخبة ومثيرة. يسير بمرافقة الجنود الإيطاليين مكبل اليدين مقيد الرجلين. يدخل عمر المختار الغرفة. يتحرر الجنود من ثقل السلاسل فتشد بثقلها أطراف المختار إلى الأرض، كأنه طير يخشون تحليقه أو إفلاته منهم، وهو الذي يطير بخفة منذ 20 سنة. هيا أخبرني، إلى كم يوم ستحتاج لترتيب استسلام رجالك؟ ومن أخبرك أننا سنستسلم؟ ننتصر أو نموت؟ ولا تظن أنها النهاية. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه، أما أنا فستكون حياتي أطول من حياة شانقي. خذ هذه نظارتك التي سقطت منك، كنت أعلم أني سأجدك وأعطيك إياها، أظنك بحاجة إليها الآن. اسمع يا مختار، طردتك طويلا وأنت تعرفني، فكر، ألا نستطيع العمل معا للسلام؟ وهل هذا اليوم هو اليوم الذي أعمل فيه عندك؟ يا لك من مسكين. ألا تلتمس حياتك مني؟ قد أعطيك إياها هكذا بلمحة عين. وماذا أعطيك أنا؟ تعاوني؟ لا وألف لا. فات وقت المساومات يا مختار، أنت فات وقتك. أنا لم أطلب منك حياتي، فلا تعلن العالم أنني في خلوة هذه الغرفة التمست منك حياتي. لا لا لا، لن أقول هذا، لن أكذب بشأنك، أنت رجل شجاع وأملي أن تكون شجاعا يوم غد. حبل عدالتكم كان يتدلى دائما أمامي يا جنرال. التقط له الصور، أريد أن أحتفظ بسجل لأعدائي. أصدر أمرا إلى رئيس المحكمة بشنقه أمام شعبه وأمام الأسرى لدينا من مختلف أنحاء البلاد. هيا. في صباح اليوم التالي اتخذت التدابير اللازمة بمركز سلوق لتنفيذ حكم الإعدام. أحضر 20,000 من الأهالي وجميع المعتقلين السياسيين خصيصاً من أماكن مختلفة لمشاهدة تنفيذ الحكم في قائدهم. أحضر المختار مكبل الأيادي، وبمجرد وصوله إلى موقع المشنقة أخذت الطائرات تحلق في الفضاء فوق ساحة الإعدام وبصوت مدون لمنع الأهالي من الاستماع إلى المختار، إذ تحدث إليهم أو قال كلاماً يسمعونه لكنه لم ينبس بكلمة، وسار إلى منصة الإعدام وهو ينطق الشهادتين.